نذهب إلى خبر آخر في روز اليوسف، والحديث عن تركيا وقطر يمولان حملة لإفساد زيارة السيسي لواشنطن. الحديث عن مساحات إعلانية عن الأوضاع الاقتصادية والحريات والسجون في كبرى الصحف والمجلات الأمريكية اللي كشفت عنها بعض المصادر اللي أسمتها روز اليوسف مصادر رفيعة المستوى، بتقول إن هناك تكثيف من جانب بعض عناصر جماعة الإخوان تحديدا للجهود في إقناع عدد من الدوائر السياسية وبعض صناع القرار في الولايات المتحدة وبعض أيضا منظمات المجتمع المدني للتأثير على الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى واشنطن. الحديث أيضا مازال لروزا اليوسف اللي بتأكد أنه المصادر قالت أنه تركيا وقطر بيمولوا هذه الأيام حملات لمحاولة أخيرة منهم لإفساد ما أسمتها روزا اليوسف العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية بعد نجاح وقوة لها في الفترة الماضية. أيضا المصادر نفسها قالت أن عناصر جماعة الإخوان عقدت خلال الأيام الماضية بعض الاجتماعات المكثفة للاتفاق على نشر بعض التقارير والمقالات وبعض المساحات الإعلانية عن بعض الأوضاع داخل مصر قبل هذه الزيارة المرتقبة في عدد من المجلات والصحف الأمريكية الشهيرة. أيضا المصادر تحدثت عن أنه ولايات زي بنسلفانيا ونيو جيرسي وداخل منهاتن وأيضا في أوهايو، وأن هناك عدد من اللقاءات في هذه الولايات وتحركات كي يتم حشد بعض من أفراد بعض الجاليات العربية عن طريق دفع أموال لهم للتظاهر خلال هذه الزيارة.